إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. أنا وزني زيادة قوي، وعشان أخس حاولت أعمل دايت قبل كده كتير قوي، أخس شوية وارجع أتخن تاني. زمايلي في الشغل بيحكولي عن حاجة اسمها البالونة، بالونة المعدة، بيركبوها بالمنظار جوه المعدة في 10 دقايق، سهلة، وبيقولوا نتيجتها كويسة قوي، بس كمان بيقولوا بتعمل مشاكل في المعدة، ترجيع وحموضة. طيب دي بالونة، لو فرقعت جوه معدتي ايه اللي هيحصل؟ خطر دي ولا ايه؟ ممكن تفيدني يا دكتور؟ اعملها ولا لا؟ بالونة المعدة من الحاجات الظريفة اللي افكارها طريفة جدا وبتنجح في انها تساعد على فقدان الوزن. بالونة المعدة، بالونة المعدة اجراء بسيط جدا بيتعمل عن طريق منظار المعدة، بنقدر ندخل من خلال المنظار ده بالونة جوه المعدة وننفخها، بنملاها سائل كده ينفخها علشان تشغل حيز كبير من المعدة، وبالتالي لما الشخص ياكل اي كمية صغيرة يحس ان معدته مليانة وما ياكلش كتير، لان البالونة دي شغل حيز كبير من المعدة، يعني بتحد من كمية الطعام اللي هياكلها. ومش كده وبس، وجود البالونة دي بيبطأ من افراغ المعدة وتخلي البني آدم ما يحسش بالجوع بسرعة. مين محتاج يركب بالونة المعدة؟ اللي وزنه زايد زيادة واضحة خلت مؤشر كتلة الجسم عنده من 30 ل 40. مؤشر كتلة الجسم ده ايه؟ مؤشر كتلة الجسم ده عبارة عن مقياس بنقدر من خلاله نحدد زيادة الوزن عند البني آدم مننا حدودها ايه. بيتحسب باننا بنقسم الوزن على الطول، الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. لو مؤشر كتلة الجسم عند اي حد طلع من 30 ل 40، ده معناه ان وزنه زايد زيادة تستحق العلاج، ومحتاج يركب بالونة المعدة دي، خاصة لو عنده مضاعفات من هذه السمنة زي الضغط او السكر او اي مشكلة تانية. تركيب بالونة المعدة بيتعمل في دقايق، وبيعتبر بديل كويس جدا عن جراحات السمنة علشان سهلة جدا في تركيبها، ومفيش فيها اي جرح او تغير في الشكل التشريحي او الفورمة الطبيعية للمعدة بتاعتنا. البالونة بتركب وبتفضل في المعدة 6 شهور. في الفترة دي بتنجح البالونة ان تخلي الشخص وزنه ينزل لحد 30% من وزنه، بس لازم معاها الشخص يلتزم بنظام غذائي ونظام رياضي خلال هذه الفترة. لكن بالونة المعدة لها بعض الآثار الجانبية، كأي حاجة ممكن يحصل منها آثار جانبية أو مضاعفات. بيحصل من حموضة المعدة إيه؟ أحياناً بيحصل منها حموضة لأنها ممكن تعمل ارتجاع لحمض المعدة من المعدة للمريء، ممكن تعمل غثيان، قيء، خاصة في أول كام يوم بعد تركيب البالونة. ممكن البالونة تعمل التهاب في جدار المعدة، وأحيانا نادرة جدا توصل لقرحة في المعدة. اضطرابات المعدة اللي ناتجة عن البالونة دي ممكن كمان تؤثر على النوم عند بعض الناس، بس الأعراض دي الحقيقة بنقدر نعالجها ونتغلب عليها ببعض الأدوية البسيطة جدا اللي بتخفف قوي من الأعراض دي. البالونة دي بتتشال تاني بعد 6 شهور، بيكون خلالها خلاص الشخص قدر ينزل وزنه الوزن اللي هو عايز يوصله، وكمان يقدر الشخص خلال الفترة دي يكون اتعود على كمية الأكل الصغيرة ونمط الحياة الصحي من حيث نوعية وكمية الأكل، وكمان يكون اتعود على النشاط الرياضي اللي هيساعده إن وزنه ينزل على طول، وبكده يقدر يحافظ على وزنه في صورة ممتازة طول الوقت. دمتم أصحاء. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.